السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. النهارده حلقه خاصه للجمهور، حلقه جميله جدا، حلقه لكل متابعينا، لكل الناس اللي بتحبنا وبتتابع حلقاتنا. جهزوا نفسيكم للحلقه بتاعت النهارده كده، وعايزين نعرف حاجه بسيطه. طبعا معانا مجموعه كلاب. نو 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 سيت داون جود بوي. معانا مجموعة كلاب من الكلاب دي، تمام؟ طبعا أشهر كلاب عندنا في المزرعة زي ما انتوا عارفين، بيت بول وجيرمان ومالينو وطبعا روتويلر والحاجات دي كلها. طب انت ابو نور هتعمل لنا بالكلاب دي، يعني ايه الحوار اللي انت عامله وحاطط لنا كلاب والدنيا كده ومالناش دعوة بالكلاب اللي لولو في القفص اللي هناك ده، احنا لنا بالكلاب اللي قدامنا دي. فزاع اقعد. معانا مجموعة كلاب ستي ست داو داو داو. معانا مجموعة كلاب، تمام؟ قولوا لنا في الفيديو ده كده في الكومنتات أسماء مجموعة الكلاب دي إيه؟ قولوا لنا أسمائهم، تمام؟ ولو قلتوا الأسماء كلها صح ليك عندي جرو هدية ومن ولاد كلابش. عندنا ولدين وبنت، لو قلت الاسماء كلها صح ليك جرو هديه من ولاد كلبش. ايه رايك بقى؟ وكلمتي انتوا عارفين ان انا قد كلمتي وعمري ما رجعت في كلمتي. اللي ماسك الكاميرا هيعيط، اللي ماسك الكاميرا هيعيط، تمام؟ بما يرضي الله ليكوا عندي جرو هديه. جرو انتوا عارفين طبعا ولاد كلبش الجرو بيتكلم في 4000 جنيه في الحدود دي كده، في 5000 جنيه في الكلام ده كله، تمام؟ ليك عندي جرو هديه من ولاد الكلب ده، تمام؟ اكتبوا لنا اسماء الكلاب دي، بس مش كل واحد يكتب اسم، لا، احنا معانا دي 1 2 3 4 5، خمس كلاب، اكتب لي الخمس اسماء في كومنت واحد، تمام؟ اكتب لي الخمس اسماء في كومنت واحد، هتلاقي ان احنا بنطلع نذيع اسمك في حلقه وبنديك جرو هديه. ايه رايك؟ اكتب لي الخمس اسماء في كومنت واحد. ايه رايك؟ ولو انت كتبت الخمس اسماء يبقى انت فعلا متابع حلقاتنا كلها ومتابع كل اللي احنا بننزله، تمام؟ ايه رايك بقى في الفكره دي؟ طبعا جامده، ما فيهاش حاجه صعبه. الناس اللي متابعانا ومتابعه الحلقات بتاعتنا عارفه كلابنا وعارفه دنيتنا ماشيه ازاي، ده فاضل شويه هيعرفوا اسم امي، تمام؟ يعني الناس خلاص وصلت هيعرفوا اسم امي خلاص، تمام؟ اكتبوا لنا بقى اسماء الخمس كلاب دول في كومنت واحد، مش في كذا كومنت، يعني ما تخشش انت بالاكونت بتاعك تكتب لي فلان وفلان وفلان، لا، كومنت واحد، اكتب لي خمس اسماء الكلاب دول في كومنت واحد. وانا ما تنساش ان قلت لك فيهم اسم وانا بنقعد الكلب اللي هناك، يعني انا كده فتك في اسمين، فاضل لي اربعه، فاضل لي اربع اسماء، اكتبهم في كومنت وريني بقى. وعلى فكره أول واحد هيكتب هو أول واحد كسبان، لأن لو حد كتب نفس الكومنت هيبقى مقرر، أول واحد هيكتب الكومنت هيبقى هو الكسبان. لو حد كتب نفس الكومنت ده هيكون كومنت مقرر، يعني غشش من اللي قبله، تمام؟ يبقى مش هيكسب، هناخد أول واحد. ما هو ممكن نلاقي حوالي 30 40 واحد كاتبين كومنت صح، تمام؟ بس لا، مش 30 40 واحد، ده الاول واحد هو اللي هيكسب، تمام؟ الناس اللي واقفه معايا في المزرعه اللي شغالين معايا هيموتوا ويخشوا بسرعه يكتبوا الكومنت، تمام؟ طبعا هيبقى مبدا مرفوض، تمام؟ هيبقى مبدا مرفوض نهائيا. بس الحمد لله انا معايا رجاله ومعايا بنات، بسم الله ما شاء الله رجاله برضه، عمرهم ما يعملوا حاجه زي كده، تمام؟ لا خليكم بعيدا يا جماعه، احنا بنتميز بالنزاهه، تمام؟ قلت كلبين؟ طب خلاص مش مشكلة. فاضل ثلاث كلاب، تمام؟ ورونا بقى هتعملوا ايه؟ ورونا هتكتبوا الكومنت ازاي؟ وأي غلط في الكومنت يعتبر إن أنت خارج المسابقة دي، تمام؟ يلا وصلنا لكام؟ طيب ده الحلقة بتاعتنا، حلقة بسيطة وحلقة تافهة جدا وحلقة هايفة جدا، تمام؟ ما تنسوش ان باذن الله الفتره اللي جايه هيكون في حلقات كتير، تمام؟ هنعملها
بنفس المستوى ده وبنفس الشكل ده وزي الحلقه اللي احنا عملناها الفزاع وغضب امبارح. تمام؟ طبعا اللي انا طالبه منكم هتكتبوا لي في الحلقه دي كومنت واحد من اكونت واحد، تمام، خمس اسماء للكلاب اللي معانا النهارده في الحلقه، يعني مين ضيوف الشرف اللي معانا في الحلقه دي. وطبعا انا منقي لكم الكلاب اللي هي معروفه، معنى كده ان انا هنبدا نخش بعد كده على كلاب عندي من بتاعتنا بس مش معروف. تمام؟ يعني الحلقه دي هتسحب حلقات تانية كتير وهيكون في حلقات وراها كتير، فهل انتم مكملين؟ هل من مستعدون ولا انتم نائمون؟ يلا كده عايزين نشوف الناس تركز معانا ونشوف رد. محمد اوعى تطلع تقول لحد زميلك بره، ها يا فلان الحق بسرعه اكتب كذا وكذا وكذا، ها وناخد الكلب نقسموه سوا ونبيعوه، ايه رايك؟ صح؟ هتكتبي من عند اخوكي؟ طب بلاش انت، بلاش انت، ده احنا بنقول لك خش والنبي حطي ميه للكلب فلان يشرب بالعافيه، ما بنوصفه لك شكله، بنرسمه لك صورته على الحيطه. حافظاه يا مزاجك. طبعا يا جماعه هننتظر منكم الرد، تابعونا وباذن الله الحلقه دي جميله جدا وهنضحك شويه ضحك وهنشوف حاجات كتير. ومليون مسا عليكم وتحياتي ليكم جميعا، تحياتي لكل متابعينا تاني، خمس كلاب قاعدين اهمت. تمام؟ تحياتي لكل متابعينا وكل الناس اللي متابعه معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب، احلى مليون مسا عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.